السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدي قناة شعراوي الشعراني. اليوم جايب لكم شرح جديد وهو كيفية زيادة لايكات الفيسبوك بشكل رهيب. نبدأ الشرح على بركة الله. بهذا البرنامج تستطيع زيادة لايكات الفيسبوك. هترك رابط البرنامج أسفل الفيديو. نذهب لتجربة التطبيق. نزل مثلا هنا الصورة. هذا هو رابط حسابي، هو ده حسابي الأصلي عشان الناس عاملة حسابات بنفس الاسم. هذا هو الحساب في 1639 متابعة. هنزل أنا الصورة، نزلت دلوقتي صورة على البيج الخاص بينا ومعلومات للأندرويد والاختراق. كما رأينا الصورة التي قمت بتنزيلها من دقيقة واحدة، الصورة لا يتوفر عليها ولا واحد لايك حتى، اهو مفيش. ازاي نزود لايكات للصور الشخصية الخاصة بينا او صور البيج الخاصة بينا على البرنامج؟ ادي مثلا الصور دي انا مزودش لنفسي، يعني هزود بس للبيج. نطلع نروح البرنامج، هذا هو البرنامج. نسجل بايميل وارجع لكم ولا لا؟ خلينا ده الايميل البديل معينه، يعني مشرف في البيج. ننتظر عشان يفتح معنا. هترك لك ايضا رابط البيج اسفل الفيديو ورابط الجروب الخاص بينا اسفل الفيديو. هكذا فتح معنا. هنا تزود لايكات الحساب الخاص بيك، صور حسابك او تعليقاته. هنا التعليقات او الكومنت، هنا بيج اللايك اللي هو هنزود نحن للبيج. نضغط عليها، انتظر عشان انا داخل اهو نت مجاني، شكل الملف ضعف شوية يعني. ننتظر هنا العد، الثواني بس، 8 ثواني، 6 5 4 3. نضغط على تخطي الإعلان. رابط البرنامج ستجدونه أسفل الفيديو. هنا أتتني البيج الخاص بي اللي هو معلومات للأندرويد والاختراق. نضغط عليه، هذا البيج. هنا الصور، عزت الصور اللي هي دي فوتو لو انت منزل صورة على حسابك او البيج. ادي انا منزل اللي هو ده اهو قدامكم، لايك واحد، حصل على لايك واحد حتى الان. هو تزود 300 براحتك، تزود 200 براحتك، تزود 990، معاك لحد 300 لايك، وتكرر الخطوات تاني وتاخد 300 تاني. انا هخليه مثلا 272. نضغط على سايب مايت. ادعمنا في البيج الخاص بنا لكي ننزل لك، وما تنساش انك تشترك في قناتنا وتدعمنا بلايكك لنستمر. كما رأيتم بهذه الطريقة تم زيادة لايكات الصورة. نأتي لكي نجد المصداقية. هنا أتاني إشعار أنه تم زيادة اللايكات، حازت. نعمل تحديث، بقي 3 4، كل ما لم حتزيد 9 كما رأيتم، حتوصل لحد تعدي 200 كمان. لحظات وبيزود بس اللايكات حاليا، لو كانت 9 بقت 12، هيعدي 200. عشرين زي ما انتم شايفين. هوقف الفيديو وارجع اول ما يوصل 200 عشان الوقت. كما رأيتم اعزائي المشاهدين طريقة استخدام التطبيق. نأتي لنرى كم لايك اتانا بعد ما كان صفر، اهو 246 لايك، اهو ب255، ويستمر في الزيادة
في لحظات، يعني بتلاقي زي الناس اللي انت تعرفها ولا هم من يعرفوك. هنزل بإذن الله طريقة زيادة إعجابات البيج، بس عايز دعم في القناة، اعمل اشتراك. طبعا ده لصور البيج، صورك الشخصية. بس آسف على إطالة وقت الفيديو، والبرنامج بيشرح نفسه. يعني هتدوس على أول واحدة، يا مسهل معلش، بس النت ضعيف. كل ما كان النت عندك قوي كل ما اللايكات هتجيلك بسرعة. لو كل ربع ساعة بيديك هو 300 لايك اللي انت عايزهم. طبعا انا ما منزلش ولا منشور في الحساب البديل، لكن في صور هنا على فوتو، وتزود الصور اللي انت عايزها كل ربع ساعة. هي الصور، هي الصورتين دول انا منزلهم. تختار الصورة وتدوس على اوبن، وتختار الصورة اللي انت عايزها. كده التطبيق انتهى شرحه، لكن تقدر تتابعنا ايضا على البيج لتقرأ جميع الاشياء. انا داخل طبعا من ملف الحاقن كما ترون، هترك رابط البيج اسفل الفيديو. هذه هي ملفات لبرنامج ال HTTP، هترك رابط البيج اسفل الفيديو، هترك ايضا رابط حسابي الشخصي اسفل الفيديو. ربما اي مساعدة. اسف على اطالة وقت الفيديو، لا تنسى دعمي بلايك للفيديو واشتراك في القناة. شكرا لكم.